هيقول مبروك يلا. شنو سايب بعت الحانوته بعت قبضت؟ اعمل ربي في بالك، نصحح الكونترات ومن بعد توا نقص. انا ما صدق الا من عنق. يلا سيي، الراجل ماهوش يلعب. بعت له الحوينته ب 13 مليون، وتفهمت انا وياه باش نتقابلوا في البلديه، نصحوا الكونتراتو ومن بعد يجيب لي الفليسات في شكارة. اي الحمد لله، مبروك. اي الحمد لله عليك كيف ضحكت. اما كان كل ضحكه باش تكلفها لي ب 13 مليون، الحساب راه ما يقابلش بعضه. صباح. اهلا مرحبا. انت فينك اليوم؟ شريك ما جيتش؟ ما ظهر ليش، قيدوني ابسو. اي بروف المات رجعنا الدفوارا. خذيت لي ورقتي؟ ما حبش يعطيها لي، اما خذيت 18 احسن نوت. وانت؟ تعرف اللي عطيتها لي جبت فيها 10 على 10 والباقي كل صفر. ياك سلكت؟ سلكتها كان انت نهار كله وانت هامل متخلي ما تعمل في القرايه ديما لو. شهيد تريشش يحب عندي هذا تو. عسلام مسير. شبيك ما جيتش البارح؟ راجل امي شديته كريز وبيت في السبيطار، وانا مشيت لسليمان قعدت لحظة خويتي صغار في الدار وما روحت. كنت لاباس راجل امك؟ ما ماتش. رد بالك على راه. سلام على خيرك. ساره يبلغ. هاي بسلامة مسي. يا خويا ديما تفلم، قتلتو رجل امك؟ لا هيك تهن عمر الكليب طويل. شبيك عملت منا مشكلة؟ مشيت مع صحابي ناكل في بيت. شفايد قلت لك ألف مرة كي تكمل القراية تروح للدار طول، تحب تخرج من بعد تخرج من هنا وتشاورني. باهي سامحني آخر مرة. وشكون هم صحابك هذوما؟ وليد ليسيه ما تعرفهمش. كيفاش وصلوك لهنا؟ خذينا التاكسي حطوني ومشي. نور معاكم؟ لا نور مش معنا. تعرف هذيك كان الكوبي. كان الكوبي اش خصايين بك جيت تشطر عقلها؟ هلا غالب انا جيتك مهبوله. علاش ما علقتش هذاك في بيتك؟ خاطرو يعجبني. منين هو؟ هو من كوت ديفوار ويلعب مع تشيلسي. وانت شنو هي معلقه في بيتك؟ انا مونتانا. شو بيك معشينا للدار؟ عندي برشا قرايه تو نجي. ديما تقول هكاكا وما تجيش. تو نجي تو نجي. فهمني خير انت تحبني؟ بالطبيعة نحبك، اختي صغيرة راك. أميرة اخرج عايش بنتي. ما قعدتش معنا بالكل. عندي قراية. شاهين علاش ما عادش تجيب حذايا نهار الأحد؟ ما عنديش فاضي. قديش عندك ما شفتنيش؟ شاهين أنا أمك، توحشنيش؟ أنت أمي ما تحبنيش. توكي تكبر تفهمني. ما عينيش باش نكبر نولي كيفك. تو تكبر وتعرس وتجيب صغار. واش نجيب فيهم صغار باش نطيش من العباد يربيوهم؟ انا ما طيشتكش. بعد ما مات بوك ظروفي كانت صعيبة برشا. خويا ومرت خويا ما يجيبوش الصغار، خليتك عندهم. انا ما خليتكش عند اللي يجي، خليتك عند ناس نحبهم. يكي انتي تحبهم شي تهديت لهم كانيش ولا بيتبول تهدي فيا انا؟ الله يسامحك.
حسن، حسن. ريقد؟ لا مسالش نشعل الضوء. شعل. تعشيت؟ لا. هاتلك تعشى؟ ما يليش. حسن يا اخي مازالت متغش عليا؟ متغشش عليك انا، اما كنتش تتصور قداش انتي موجوعة ومتعذبة معايا. لاني معذبة لاني موجوعة، كان مجاش عندي انتي شكان يصير فيا. بالعكس من ذا بين حس لي انتي واقف معايا وراضي عليا في كل حاجة نعملها. حسن خليني نمثل في التلف. لا باهي، راني جبت لك كادو. شنو رشوة هذا؟ لا انا قلت في عصر التكنولوجيا والاتصالات اللاسلكية ما يجيش حسن المنور كله يمشي من غير بخطبة. الا باهي شريتهولك وحطيت لك بوس، ناقص كان باش تسجل ميساج وريبوندور. باش تسجل انت تعرفني انا والتكنولوجيا شنو؟ نزلت عالفجر. الو انا حسن المنور، ما نجمش جاوبكم توا على خاطر يا اما قاعد في البروفا نمثل ولا قاعد شيخ. بابا عليك بالحق مان. وعلى كل حال ما نحبش نحكي معاكم. مان بابا هكا توا قلت لك بالرسمي توا نعاودوها بعد شوية توا نفسخها توا نعاودو الميساج من قداخل. هذوما الفلوس. تعرف أول مرة في حياتي باش يكون في حسابي فوق الخمسة ملايين ضربة واحدة. إي عاد رد بالك لا يسرقوهم لك في الثنية. خسارتك يا مرأة. تروح مأخر اليوم؟ إي اليوم عنا جورني ميكست نصوروا نهار وليل، ما تسألنيش على شيء. ربي يعينك. لا لا مش هذاك المشكل. أنا اللي مقلقني البيرسوناج تاع يمينة. إش بيه؟ ناقص. ملي تتعارك مع نرس ما عادش عندها مع شكون تحكي. هكاك يخلينا ما عادش نجمو نعرفوا فاش قاعد تخمم. عطوف هلا بعد. والله ماني فاهم انا في البرودكسيون هذه، الواحد مصحح كونترات ولا كاتبين عليه صداق؟ كون جاب حميد اليوم راهو نهار اللي جيت تخدم فيه ما تعملش فيه برشا حاجات اخرى. وكيكه تستحفظ على صحتك وحنا صحتك تهمنا يا سعاد. علاه ابو حميد جيت نشكي لك؟ تو كنت نحكي مع حسين، عندنا مشكله في البيرسوناج تاع يمين. شبيه البيرسوناج تاع يمين؟ ناقص عاطف. من نهار تتاركي ونرجع ماش عندها ماش كنت تحكي وكيكه ما نجموش نعرفوا شنو عندها في مخ. هذه مشكلة حكينا فيها ملي نقراو في السيناريو. قلنا يمينة يلزمنا نزيدوها أختها الصغيرة تحكي معها وتفرغ لها قلبها وكيكا نعرفوها بالضبط فاش قاعدة تخمم وين ماشي. والله يا غريبة فيكم. شنو هي يا أحمد؟ توا باش تزيد بيرسوناج واحد آخر؟ هاملي زاسيستون ماذا بهم بقلب ممثل. مش هذاك المشكل، المشكل كيفاش باش تلقى طفلة عمرها 17 سنة صغيرة في العمر ومزيانة وتعرف تمثل شوية باش ما تعبناش نهار التورناج. براد احنا يمينة ونرجس ما دبرناهم كان بالسيف. السلام عليكم. عطوف اهلا بك. حسين تفضل. شو تعمل هون؟ انا كلمته جيم شيخ في ليغكتيف نتاع النص نتاعو. طيب ارسال باش نزيدوكم بيرسوناج جديد في المسلسل. باش نعمل اخت صغيره اليمين. وصال عندكش في معارفك بنية عمره 16 سنة مزيانة وتعرف تمثل؟ يا أخي ويسال يعرف برشا بنات هو. ويسال يعرف برشا بنات. لا يا خاتيه مسكين. أنت شفت الأنوير الأصفر في تليفوناته؟ نحي منه رجال. باقي كل يعرفهم ويسال الأشقر. أي طفي روحك طفي.
بالرسمي حكايه البيرسوناج الجديده باش يزيدوها. اه بالرسمي. اي مالها ابو حميد تكمل احكي له كالروايه. تيما ويامينه كي تتعارك هي ونرجس هكاك ما عاد عندها مع شكون تحكي. واحنا ما عادش نعرفوا يامينه في شنو قاعده تخمم بالضبط. عاد قلنا باش نزيدوها بنيه صغيره اللي هي اختها تحكي معاها وتفرغ لها قلبها. وهكاك البرسوناج يولي مسطر حتى للاخر. عندك شي بنيه ضام رحليلتها تعرف تمثل شويه واحنا نوعدوك ردوها تمثل ياسر. موجود ولا مش موجود؟ موجود يا سعاد موجود. هاو باين هاري كوجي وشاش خساره. شبيك رجعت؟ مسيتي الفلوس؟ انا فلوس. فلوس البيعه نتاع الحانوت. والوين مسلك فيهم؟ على خاطر مشيت للبنك لقيتهم ناقصين 200 دينار. واه! واللي غاضني اكثر نطلع انا كذاب. البنكاجي قلت له عام 13 مليون. حسبتهم انا والراجل قدام البلديه. من بعد يطلع 13 مليون و8 مليون نطلع انا كذاب. انا كيف ما عطيتهم لي حطيتهم في الكلاس. اما انتم ثبتوا رواحكم شكون اللي قاعد يسرق فيكم. في كل مره نقول لك المصروف قاعد ينقص ولا واحد حب يعطيني وذنه. ايه واحنا الى متى باش نقعدوا ساكتين؟ اه تو كبير يا كنزه نعرف تعرف سهريه مهبوله مش نورمال سانبيتي ولا خساره ما نجمش ناخذ عليكم خساره تي عليه ما تعرفها ما ديما شدت لي قال تعال وليت كل جي هيا وناقصنا كان انت ما يصيرش مراجع بيزا كنزه يحسبكم قايلين اسمع دقيقه عندي دوبل ابال اوكي اسمع وي تعرف شكون نطلب فيا شكون ميسا لاشقا بربي سلام لي عليك بيبي اوكي اقعد انا طنط اوكي اهلا بيك اهلا بيك تي وينك لا تطلب لا تسال قلت غات في التورناج ما حبيتش نقلق اسمع كنسة ما حبش تمثل شنو ويسار ما قيد باوين بدلت السيستام نعم اهم السيستام زاد يا زين عاد تحسبي من عاش فازيت كل الممثلين مع البنات شنو فازيت إجا مثل ردك ستارت كسر الدنيا وبلا بلا 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 وبعد ما تقضي بقضيتك بعد النمبر تليفونك وتولي ما تعرفنيش أبو بالله صراحة نعملو هكا تعملو هكا وأكثر من هكا باهي اسمع اسمع قولي توا تحب تمثل إي ولا لا تحكي بجدك أنت قولي إي خلي نعطي نمبروك البرودكسيون يكلموك يبعثولو الكهرباء قدام الدار ومن بعد تعطي كاسينغ مع المخرج أنت حاول سلكها فهمت وأنت ونزيد نكلمو بعد أوكي واسمع لا لا اسمع اسمع مزروب خليني بشاي تشاو وي الو ترى اش قالي اش قالك يعني نمثل معاه امبوسيبل فضلك علي امبوسيبل راهي سلسقه اسمع دقيقه باجي اوكي 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 بابوني سافا بابا كان حاب مثل تخليني مثلا مثل اي نخمم وقل زعما ما باش تقبله ايجي ندخل داخل ونحكي مع شكون باش تمثل مع يسال عشقا خويا تنى خكات سكروه تاع عمي يا ربي نوب عليك خويا تنى خكات سكروه عمي 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 طفلة عشوختي تنخ حاجة عمي عمي برس بنتك تنخ حاجة برس ولي ربي فضل ولي عمي خذ لي كاسكرو عمي برسلحنينا 100 فرنك عمانة عمي جارب عمي بالله 100 فرنك يا عمي بالله عمي يا تنخ حاجة جارب
منين تعرفوا هذا وصل لشقل؟ والفيسبوك بعثلو باش نولي ملفان بتاعو ياخي قبلني. ايوه هذا اخرتو الفيسبوك واللي تصحب لي في الممثلين. يا ماما ياخي انا مصاحبتو سان سامبل امي. منين امي؟ رجل عمره 40 سنة كتشاتيو مع بعضكم فاش تحكيو؟ يا سامي علاش ديما مخك يمشي لبعيد؟ الطفل بنت وقتها صغار وكبار تو يحكيو على الفيسبوك. على خاطر الناس كل تعمل هكا، بنتي يزمها تعمل كيف هما. انا الحق الجو نتاع الممثلين ما نحبوش. يا اخي ماكش تسمع في الناس يحكيوا عليهم؟ تحبني نهز بنتي بيدي ونحطها في وسطهم؟ يا ذيب اجا كولني ماما راني معاش صغيره نرضع في صبعي. اي في بالي بيك، هذيك علاه ما نحبكش تمشي. يا سامي راك مره مثقفه وتفهم. شو معناها؟ انت موافقه على الحكايه؟ علاش لا؟ انت بيدك قداش مره قلت لي ماذا بيك كذا تعمل اكتيفيتي؟ مش تملى وقتها، تلقى فاش تتلها، تنقص من دخول والخروج في الفارق، تو ما ظهر لك شيء. تي انا ماذا بيا تعمل سبور، تمشي تتعلم موسيقى، مسرح، مش من الضربة الأولى تمشي تمثل في مسلسل. علاش لا؟ إذا جات فرصتها، تحب تفلتها، فما بعد طول عمرها تجري باش تدبر تدور في التلفزة. ما با نقاش على التمثيل، حلو برشا، أمانة تو راسي وجعني. كملوا حكي وحدكم، عملوا راي وبعد قولوا لي نمشي نعديه الكاستينج اي ولا لا. اليوم هو نهار تصوير عندي. خدمتك؟ خديت سيرتيفيكا ميديكال. مش قائم سيرتيفيكا ميديكال؟ عندك الحق في حاجة اسمها رخصة مبدع. رخصة مبدع؟ نجم مسلسل يتصور ويتبث ويتنسي واللجنة متاع رخصة المبدع ما زالت ما تلمتش. ربي يزيد لدخل ويت أحسن نقل رخصة المبدع. باهي كامتيت ما تقلقش. حسن تقول لي شيء؟ نحس في روحي خايف. ربي معك. لا لا خلي مش لازم. خذ بهم تاكسي ما يجيش منه ممثلة كيفك تطلع في الكار. كرهبة متاع البرودكشن تستنى فيا اللوطر.
السلامة وسام. مع السلامة. اعطيني الكوستيم تاع دره فيسا عايش كيما انا عايش. شو تمثل هذه؟ نرجس. قاعدين امراه سيكونس. شوف عندك على الفيت سيرفيس. وقتاش باش نبرد انا؟ توا نمشيو اللوج تلبس كوستيمك وبعد نمشيو المكياج. اي وقتاش نبرد؟ توا نجي نقول لك. تفضل سيميمو. مرسي. هاي فيسا نمشيو اللوج. هاي أهلا عطف. أهلا بيك. صح صح أقعد أكيك أخد ديزي عطف ديزي. خلينا نعمل لك تصوير أكيك نهبطلك على الانترنت ولا بيحة الجرايد. ديزي عطف نسال بحبش فيه را هاش مع شديك بيان سور سينا تخستار. هاي سمعت عن الميل. هاي شفعت فيك. جيت لك شباب الدور نرجسة. جيت هيك في اللوج بدل في البشرة. مثلت قبل هي تلفزة. لا ما عملت برشا مسح بنت تسلم نور يخيبوها في بالو بيها باش مثل في تلفزة. هكاك علمي علمك. اما هكا ولا هكا بيجي نار ويسمع. حافظ نفسك كالعادة. كالعادة بسيكوس نبداوها جور نكملوها نوي. الحمد لله رب العالمين. ربحت ياسر البرودكسيون بجرتك. هكم مخبيله وانتم تفركسوا مزكمشي اخرجوا لي من بيت ولدي. صالح هز مرتك واخرج. يا امي بعدني عايشك توا انا نحس في الدجاج لك حل داير بيا. ولدي ما هو سارق. ما قلتش سارق اما انا يلزمني نقطع الشك راني باش نهبل. اش تعمل انت غادي هز الولد سيب سيب. شنو هذا؟ هذاك صندوق شاهين ديما هو مسكره. هذا يا صندوقي اعطيته لولدي توا خداش من سنه. يا امي ما يسالش هاتوك يجي شاهين نطلب منه سماع ونبوسه كان انا غلط اما انا يلزمني نقطع الشك. طيب ربي يجيب لي مطرقه ولا سكينه. عيب عيب والله عيب. الوقت كي السيف راهو سي حسن ان لم تقطعه قطعك. برا زمر شنو على درجير الدار باش تعمل لي حباره؟ باش نحول بوك لاباس سعاد في بالك قداش عندي نستنى؟ شنو المشكل هاي نبداو نبرفو تفضل. لبست معطفي وقبعتي ونزلت الى الشارع اتمشى ذاهبا الى العمل وفي الزاوية رأيتها نازلة من العربة. ما أجملها. علاش نقولك شوف أنت باهي لا بروفيسيون تاعك تاع تنس من العربة. عرفتها هي نفس البنات التي كانت تمشي مع العجوز عرفتها؟
الخدمة هذه ما تخدم كان بالكيف. بالكيف؟ في بالك يا مش تكملوا هكا مانيش باش نوصلوا. كملوا حديثنا في دار الصحفي مش أحسن؟ هاو هاو هاو. أي. أي خو. جدك تحكي؟ جدي نحكي خو. أي. هز بقاشك. يعطيك الصحة مدموزيل. سافا ولا سافا با؟ سافا ولا سافا با مش أنا اللي نقول. يجي المخرج يتفرج وبعد هو اللي يقرر. باهي. باش يروح بيك الشوفير نتاعنا؟ ليه ما عرفتش جيت تروح بيا؟ نجم نقلص أنا هوني. بالطبيعة باهيشي. ميرسي. طارق أحمد وينه؟ هذا اللي مشى يعمل في روبيراج في دار في السكرة. بالله ملا كلم خليل. صبوا الخدمة على ستاسيون مونتاج باش كيجي يتفرج فيها. بيه تمام. شكون لي اسمك؟ كنزة. تصبح على خير كنزة. تصبح على خير. تصبح على خير طارق. تصبح على خير بابا. أول مرة في حياتي را كاميرا بروفيسيونيل مع كاميرا من بروفيسيونيل. أبو بخلاف العروسات تحملني را كاميرا ولا تحسبني هن صبري فيك باش تمثل في المسلسلات توا عاد تشوف لي كاميرامان اللي نتفد منهم. أنا نمثل. إي علاش لا؟ جد عليك باش ياخذوني؟ ما نعرفش كان باش ياخذوك ولا لا، أما أنا في بلاصتهم ناخذك. وشوف لي عجبتني برشا. بالحق عجبتك؟ هي عجبتني برشا في التمثيل، ماكش خايبه بكل. بون، حاسي له بون شانس. ميرسي. هاي تشاو. تشاو. طارق. وي. شاي شاي، بسلامة. بسلامة. سلام. هكا هكا يا وليدي، هذي عملية تعملها؟ ثم واحد في الدنيا يسرق عائلته؟ ليش عملنا؟ شهيد يا شهيد مين شهيد؟ عندكش دينار حتى 500 فرنك بمية 100 فرنك فعلم عندكش دينار تطلب من صغرها تبقى نمشي قيارها ربي معك توا فلوسك اما النصايح نتاعك خليها معنا شبيك قبيح انت مش ني قبيح مش تيزم البلاد نتاعك ولا تيزم البلاد علاش تضرب فيه ولا صغير؟ شو يهمك انت اسم دخلك؟ شنو اسم دخلني تضرب في طفل صغير؟ مش عاجبك يا هبت يديك هبت انت يديك برا ماخذ بوجهك يا شيخ برا ماخذ بوجهك
شكرا.